طبعا انا عارف ان حضراتكم زعلانين جدا، وعارف ان الناس متضايقه، وده طبيعي جدا طبعا انك انت تتضايق. اداء زي الزفت، راجل بيختلف، تشكيل مصائبي كله مساوئ من اول دقيقه، من الدقيقه 70 احنا مش موجودين، وبعد كده تواجدنا على استحياء، وحاجه مقرفه للغايه. يعني كمان عندما تجتمع المصائب يعني تأتيك جملة، والمصائب لا تأتي فرادى. النهارده كمان التعليق كان من أسوأ ما يكون، ومش عارف الكابتن أحمد الطيب يعني متعمد إنه ينكد علينا ويجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، ومش عارف الدنيا يعني كأنه بيتفرج على مباراة غير اللي إحنا كنا بنتفرج عليها. عموما هنتكلم عن ده كله، ولكن خليني بعد الترحيب بحضراتكم وكل اللي بيتابعنا من كل أنحاء العالم، كل أصدقائنا من كل الدنيا، أهلا وسهلا بكم، ونرحب مع بعضينا بنجمنا وصديقي العزيز النجم الفنان عمرو يسري. عمورة مساء الفل. يا مساء الورد يا عبد الناصر. يعني أولا أنا سعيد جدا إن أنا أطلع معاك بس مباشر. طبعا أنا حابب أشكرك من كل قلبي على اللي أنت عملته معايا السنة اللي فاتت لما كنت من العالقين في أمريكا، والإخوان لما دخلوا في النص وانت طلعت بس مباشر واتكلمت عليا بخصوص ان انا راجل وطني وان انا بحب بلدي. فانا بشكرك على دعمك ليا وانا كنت في امريكا. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا في المنوفي مش الكبابجي، احنا في المنوفي. احنا في مطعم المنوفي بنستمتع هنا في ضيافة كل الاصدقاء. بالظبط كده. الحاج كريم المنوفي، والحاج شريف، والحاج احمد، والحاج حمادة، والحاج عبد الحليم في حدائق الاهرام في البوابه الرابعه. الحاج حماده والحاج عبد الحليم اصدقائي الاعزاء. ده كده الاكل هيبقى ببلاش النهارده. وكريم، وعايز اقول كمان للقطمان شريف صديقي العزيز شريف المنوفي، الف مليون سلامه. كورونا بسيطه. الله كده، والف سلامه ليه، وربنا سلام. يتمم له الشفاء. كبابجي المنوفي يا جماعه من احلى الاماكن اللي ممكن تدخلوها في حدائق دي. حقيقه دي حقيقه دي حقيقه. هاي. كله عم كله. سعودي كله طبعا معاك النهارده، وعم صور وعم ندلع الدنيا كلها، وعم مصطفى وكله. طبعا دي اول مره ان انا نعمل حاجه لطيفه، ناقد وفنان طبعاً. مع عمرو يسري وعبد الناصر زيدان. طبعا ناقد وفنان مع عمرو يسري وعبد الناصر زيدان. بالظبط كده. شايف التركيبه كده. وخلي بالكم يا جماعه، والله بعد اذن عمرو عنده رؤيه فنيه هايله. من اول دقيقه قلت له يا ريتك كنت انت بتعلق بدل ما احمد الطيب تعب لا. اعصابنا. لا انا ماليش في التعليق عموما، يعني الحمد لله رب العالمين. يمكن بقالي باع في الكوره، والناس دي ما تعرفش، يعني الناس كتير قوي ما تعرفش ان انا بحلل كويس يعني، والحمد لله ربنا يسهل لما نشوف تحليلي هيطلع صح ولا غلط في النهايه. ولكن ان شاء الله استنونا في كل مباراه، طول ما مصر بتكسب يا رب، طول ما احنا بنكمل بعد كل مباريات مصر. بعد كل مباريات مصر عندنا مباراتين تحصيل حاصل. وانا اسالك، ابدا بالسؤال ده. اتفضل. احنا النهارده قدام نيجيريا، من وجهه نظرك يعني هل ضاعت هيبتنا؟ هل هذا الرجل عنادي لهذه الدرجه؟ الراجل ما بيعملش تشكيل، ده بيعمل مصيبه. النهارده الشناوي نجم المباراه. بالظبط. شال فضيحه عننا، شال مصيبه عن منتخب مصر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك لمنتخب نيجيريا، هارد لك لمنتخب محمد صلاح، وحطوا تحت الكلمة دي 10 خطوط. احنا ما بنلعبش باسم منتخب مصر، احنا بنلعب باسم منتخب محمد صلاح. ولو نصدق على كلامي فاحنا بنلعب باسلوب 4-3-3، وهو اسلوب ليفربول اللي بيلعب بيه صلاح. ليفربول اما اللي بيلعب ليه كلوب. هو الراجل مفصل الدنيا عشان صلاح، هو مفصل الدنيا كلها علشان خاطر صلاح. عشان خاطر صلاح هو اللي يجيب الجون. وطبعا يعني انا عايز اقول لك ان صلاح المفروض قوته في الوينج اليمين. انا عايز اقول لك ان
70 دقيقة محمد صلاح جوه ال 18. والسيد عبد العال بيقول لكم ما تنسيك برضه ده منتخب مرموش. لا لا مش ده حرام يلعب 10 دقايق. لا مش كده مش كده. مرموش يعني انا بعتبره حاجة مهمة جدا، بعتبره انه امتداد لمحمد زيدان بنسبة 70% لحد دلوقتي. مجني عليه النهاردة؟ طبعا مجني عليه. مجني عليه ليه؟ لان تخاريف كيروش ان هو مصمم ان كل واحد ما يلعبش في مركزه. زي ما هو خرف في العرب في كاس العرب خرف تماما. فازاي نفس التخريف. انت قلت من بعد التشكيل واحنا قاعدين مع بعض قلت للراجل مش ممركز الناس. مفيش تمركز. هو بص هو معتمد اولا لا يعترف باللعب المحلي والناس المحليين، ما بيعترفش بيهم. هو بيعترف بالدوليين وبيعترف بالناس اللي برا مصر. والدليل على كده ان واحد زي تريزيجي المفروض ما لعبش غير تلت ساعة بعد 8 شهور، ما لعبش غير تلت ساعة مع النادي بتاعه، كانت النتيجة ان هو منزله 70 دقيقة. يرضي مين؟ يرضي ربنا؟ ما يرضيش. ليه؟ لان الراجل ما عندوش الفتنس بتاع المباريات، ما عندوش حساسية المباريات. انا لما لاقي لعيب بعد 8 شهور لعب لي تلت ساعة مع النادي بتاعه انزله اساسي، فده طبعا احنا كنا بنلعب ب10 لعيبة. ده رقم واحد. تمام احسن. رقم اتنين، انت عملت ايه؟ عملت كارثة. نفس الحدوتة اللي عملتها في ماتشات العرب عملتها اول ماتش في نيجيريا. جبت مصطفى محمد وينج يمين ونزلت محمد صلاح راس حرب. ازاي؟ اقنعني. ازاي محمد صلاح اللي بيلعب في ليفربول وينج يمين وبيروح داخل على جوه علشان بيرقص واحد واتنين في سكته ويروح حاطط الكورة، يا اما بيديها لاي حد جاي من ورا فبيحط الجول. صح. انت تحطه في وسط اتنين عمالقة هيعمل ايه؟ مش باين من وسطيهم. مش باين. عيدوا الماتش واتفرجوا محمد صلاح في وسط اتنين عمالقة عامل ايه؟ الكرة الوحيدة اللي هرب منهم في النص واتكعبل فيها وما جاتش جول. وكانت ممكن انها تيجي جون، بس عشان ده محمد صلاح. وخلي بالك الكرة دي مش تسلل. لا مش تسلل. لا ما كانتش تسلل. كانتش هي اتحسب التسلل. هي اتحسب التسلل. ولكن لو جت جون الفار كان عيدها لها. بالظبط كده. لانها مش تسلل. ودي الكرة الوحيدة اللي احنا وصلنا بيها المرمى. حتى كمان بقيت الكور بقينا باللوش. ومنزل شريف اخر دقيقتين. ده كارثة تانية. ما هو بعد كده راح مخرج مصطفى محمد. هو راس الحربة. اللي المفروض يكون راس حربة. ولعب من غير راس حربة. طيب خلاص انا موافقك وانت عبقري وعملت يعني كده. يعني مركز مصطفى محمد غلط. ولما عمل التغييرات اللي تخلي مصطفى راس حربة راح ساحب مصطفى محمد. الله ينور عليك. طيب الغلط التاني اللي عمله ايه؟ اني ملاعبش مرموش راس حربة متأخر. يعني نزل رمضان صبحي ونزل مرموش خلى الاتنين يتكعبلوا ببعض. طب هل التغيير ده كان لازم يطلع تريزيجية ومرموش؟ لا ما كانش لازم. يعني مرموش ما كانش ممكن. بص لو ما كانش محمد مصطفى محمد خرج واتبلك كان يعني هو سحب مصطفى محمد. كان المفروض الطبيعي اعمل ايه؟ اخلي عمر مرموش راس حربة متأخر. ليه؟ علشان هو سريع. لو ما سحبتهوش اخليه راس حربة متأخر. لو ما سحبتهوش. لكن لو سحبته كان لازم مين اللي ينزل؟ كان المفروض رمضان صبحي مكان عمر مرموش. لكن هو لعب الاتنين مع بعض فالاتنين اتكعبلوا مع بعض. كان الطبيعي ايه؟ ان المفروض عمر مرموش يلعب راس حربة متأخر عشان هو سريع. فكان ممكن رمضان صبحي وهو بيلعب وينج شمال. انت عارف رمضان فيه كذا ميزة. وانا مستغرب ليه ما بينزلش من اول الماتش. يعني هو برضو معتمد على دايما بيعتمد على النجوم المحترفة وما عندوش فكر ان اللعيبة المصرية في منها لعيبة كبيرة قوي في الدوري المحلي اقوية جدا. رمضان صبحي ده من اللعيبة اللي كان لازم تنزل من اول الماتش. عارف ليه؟ اولا لعيب طول وصحة. رقم اتنين بيعرف يقف على الكورة. رقم تلاتة بيعرف يسحب اللعيبة ببرجله الواسع. رقم اربعة عنده رؤية لما بيلعب بالعرض لقادمونا من الخلف بيعرف يخليهم يحطوا جوان. اربع حاجات في رمضان صبحي مش موجودة في عمر مرموش غير حاجة واحدة بس، انه بيلعب وسريع فقط. يبقى مين يكسب؟
رمضان صبحي ولا عمر مرموش؟ لا رمضان كده بس. يبقى كان المفروض انك انت لما طلعت مصطفى محمد كان لازم عمر مرموش يبقى راس حربة متأخر، علشان رمضان صبحي لما يدخل من الوينج الشمال يلعب لعمر مرموش اللي جاي من ورا يخلص. طب الاستاذ سيد امام بيقول لك يا نجم مع كروش ما تحلموش، لان كل حاجة فنكوش. دي حقيقة، دي حقيقة. ليه؟ لانه بيتفزلك يا عم كروش. وعندي ده جدا ده جدا عندي جدا لابعد الحدود، وعايز يثبت ان هو صح. والدليل على كده فين ضياء السيد؟ ملوش وجود. الله، مش ضياء السيد ده اللي المفروض ان يكون المساعد بتاعه اللي بيوشوشه وياخد ويدي معاه؟ ضياء ده حد كبير وكبير قوي وتقيل قوي. فين مع احترامي فين وائل جمعه اللي كان بيحلل ماتشات بتاعت ليفربول وخلافه؟ وي 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 فين وائل جمعه؟ محمد شوقي. محمد شوقي هو بيسمع ودنه بس، يسمع دماغه والمساعد بس بتاعه. والمساعد بتاعه مشي كمان. المساعد بتاعه مشي مش موجود. قال لنا شكرا قبل ما قال لنا مع السلامه انا ماشي. فكانت النتيجه ايه؟ ادي اللي احنا شفناه مين كيروش. ليه؟ لانه عايز يلعب باسلوبه. في جملة مهمة جدا، يفرض رأيه يعني يا أستاذ عمرو؟ لا لا، عايز يحط الخطة اللي في دماغه ينفذها اللعيبة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللعيب المصري، وهنقولها تاني، اللعيب المصري ابتدى وينج يمين، هيفضل طول عمره وينج يمين لحد ما يعتزل، إلا لما يكونوا طفرات. إيه الطفرات دي يا عبد الناصر؟ واحد زي أحمد فتحي كان يلعب وينج يمين وباك يمين، ويطلع وينج يمين ويطلع في خط النص، وساعات بيلعب باك شمال. ده كان لعيب عصري. اكرم توفيق، مش كل اللعيبه اكرم توفيق، ومش كل اللعيبه احمد فتحي. طب هل عندنا كان سوء حظ باصابه اكرم توفيق اول طبعا 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 سلبا على ادائنا فوق الطين اللي طبعا احنا فيه. طبعا طبعا طب كيروش في الشوط الاول كان نازل لك في دماغه الهجوم خالص؟ هو كيروش اصلا جه الشوط الاول؟ لا، هو منتخب مصر او انا اسف منتخب صلاح جه في ماتش في الشوط الاول. منتخب صلاح بس صلاح ما جاش. هل احنا كده بنتحامل على صلاح ولا ده اللي انت شايفه؟ الكيروش هو اللي عامل الخطا ده. هو اللي عامل كل ده علشان خاطر صلاح. انت لو لعبت منتخب مصر صلاح هيأدي، لكن طول ما انت بتلعب بمنتخب صلاح مش هيديك حاجه. واخد بالك ليه؟ طريقه اللعب زي ليفربول بنفس الاسلوب. مين صانع لعب في ليفربول؟ صانع لعب؟ لا، لما بيتزنقوا بينزلوا كيتا، وكيتا مش صانع لعب. ومن هنا جاء الاستغناء عن أفشة. بالظبط. ومن هنا جاء الاستغناء عن أفشة. برافو عليك. فاهم ازاي؟ واحد زي احمد عبد القادر ده اخر ماتش بين لك ان هو قد ايه احسن لعيب في مصر دلوقتي. صح، من ناحية صانع اللعب. الحسنة الوحيدة اللي عملها أحمد الطيب النهاردة في كلامه أن كان لازم أحمد عبد القادر يبقى في المنتخب. لكن إزاي كيروش وعنده؟ ليه؟ أنا مش هلعب برأس بصانع لعب، أنا هلعب بنفس أسلوب وتكنيك ليفربول. لا محمد النني يبقى هندرسون، ولا اسمه إيه فتحي يبقى كيتا. يا جماعة يا جماعة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. امكانيات يعني. اعرف امكانيه اللعيب المصري وامكانيات اللعيبه اللي معاك ايه، وعلى ضوء حط الخطه. لا مصطفى محمد يلعب وينج يمين، ده انت ما جبتوش يعني ما جاش في بتاعه العرب. طب هل انت مع الناس اللي زعلانه من محمد صلاح انه رغم ده كله برضه بعيد عن مستواه؟ لا، ولا التوظيف الغلط هو اللي خلى محمد صلاح كده؟ والحمل الزائد على محمد صلاح. ما لعبش ب 10 جنيه. ما هو ما لعبش ب 10 جنيه عشان رماه راس حربه. هو محمد صلاح يبقى في وسط اثنين عمالقه هيعمل لك حاجه؟ ده كل الكور العرضيه اصلا ما فيش لمحمد صلاح حاجه. انا اول مره في حياتي اشوف صلاح مين راس حربة. مين اللي هياخد، مين اللي هيحط جون بدماغه؟ انا اول مره في حياتي اشوف صلاح راس حربه. يعني حتى انت بتقول بيلعب بفكر ليفربول، طب ما هو كلوب ما بيلعبوش راس حربه. هو في وقت من الاوقات بيدخل راس حربه. ويكون النتيجه ان اسمه ايه ده الباك اليمين بتاع ليفربول هو اللي بيبقى مكانه، وارنولد هو اللي بيبقى مكانه. لكن فين؟ احنا ما شفناش محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم ما جاش. يا جماعه الخير، بس عشان نبقى ناس عدول ونتقي الله، محمد صلاح متوظف غلط. طبعا، علشان كده النهارده شفتوه زي الزفت.
لا ده مكانه ولا ينفع. ده في كورنر عجبني جدا عمرو في الكورنر، قال لي عايزك تبص على صلاح وسط الاثنين المدافعين، صلاح ما جايش لركبة الاثنين. هيعمل ايه؟ يعني هيعمل ايه؟ يعني ايه هيسحر؟ التوظيف خطأ. واخد بالك؟ ومرموش متوظف غلط. ومرموش متوظف غلط. يعني مرموش وينج شمال، عملت التغيير، يا تشيل مرموش يا تنزله راس حربة متأخر علشان سرعته انه بيجي من ورا. عشان كده انت الشوط الأول كنت بتلعب من سيبك من ال 11 مجوش، لكن لا شفت صلاح ولا شفت مرموش ولا شفت تريزيجيه. تعال بقى ننتقل لمرحلة تانية. ألا وهي البطء في التحضير. ده موت. مش ده مفيش. ده احنا مغلوبين واحد وكأننا كسبانين وقاعد 10 دقايق. احنا منتخب مصر من ساعة ما اتفرجنا عليه في البدايات من أول التصفيات بتاعت ليبيا وخلافه و البطء في التحضير بطء جدا. والشلل في التعليق. سيبك من انا ماليش دعوه بالموضوع ده. كل شويه هيجيبوا الهدف الثاني يا عم الحمله. ما هو دي فعلا فعلا احنا مستنيين الهدف الثاني. جمله مفيده على راي عم حسين فؤاد من جده بيقول لك انا متمركز غلط، ولا جمله مفيده ولا اي حاجه.